بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مديرية مكتبة العرب، أهلا بيكم. هنشرح دلوقتي إزاي تقدر تكمل المعلومات الشخصية بتاعتك في الفيسبوك. تمام، أول ما بتفتح الحساب بتاعك كده هتبص هنا على إيدك، هتلاقي الحساب بتاعك كده غير مكتمل، فبيقول لك في أين مدينة أقمت، فهو جاب لك أقرب حاجة، فأنا كتبت إيه؟ دمياط، وهقول له إيه؟ حفظ. تمام، من اي مدينة برضو هقول له ايه؟ دمياط. شوف انت لو في حتة تانية برضو ايه بتختار المدينة بتاعتك؟ حفظ. هو دايما بيقرب لك النتائج بتاعتك. طيب اين تعمل؟ انت بتعمل فين؟ انا ممكن هنا ادخل جهة العمل في ايه كل حاجة اللي انت عايزها. لو انا ابتديت اكتب مايكروتك العرب، هيجي اهو شركة، تقدر برضو ايه تقول له اهو، وبعدين اقول له حفظ. طيب المدرسة الثانوية اللي انت درست فيها، انا هنا درست في السادات الثانوية بدمياط، اهي حفظ. انت لما بتكتب حاجة هو بيقربها لك. في اي كلية درست؟ جامعة المنصورة، حفظ. هو هنا اساسا بيقرب لك الموضوع خالص. درست ايه؟ هقول له حقوق المنصورة، اهي، وهقول له ايه؟ حفظ. بصوا كده الوظيفة اللي انت شغال بتاعها ايه؟ مستشار تكنولوجيا المعلومات. ده علشان اكمل اين عملت قبل مايكروتك العرب. هنقول له ايه؟ دمياط مثلا. ما تسيبش حاجة تخطي، يعني كمل كل المعلومات عشان ما يقرفكش كل شوية. ايه وظيفتك في دمياط؟ تمام، هنقول مثلا مهندس حفظ. ضيف بقى عيلتك لصفحتك الشخصية، شوف حد من اصدقائك في العيلة. لو انت ابتديت تكتب هيبدأ يجيب لك أسماء وتقعد تضيفهم. هنقول له هنا تخطي، متى درست؟ تقدر تقول له برضو من سنة كذا، من سنة مثلا 2 متى درست في السادات الثانوية، بتختار السنة. ممكن برضو نقول له تخطي لو انت مش حابب تعمل هنا. عملت تخطي بس، دايما دي ايه؟ معلومات تقدر تملاها. رؤية التحديثات بقى، دلوقتي لو فتحت صفحتي، هفتح صفحتي الشخصية، هلاقي ان اصبحت معلوماتي متاحة في الجنب ده كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. طيب انا لحد دلوقتي ملياش ليه اي دي، لكن ملياش اسم. انا عايز اسمي يبقى موجود هنا، اللي يدور عليا يلاقي اسمي. ده بإذن الله هتلاقوه في الدرس الجاي. شكرا ليكم.